قريب المرحوم الله. ايوه استاذ، انا عمها. مين سيادتك؟ انا فاعل خير. امسك امسك، ده مبلغ بسيط يمكن يساعد. ايه ده اللي بتعمله ده يا استاذ؟ ما انت عارف المصاريف والظروف الايام دي، وبعدين ابو البيت راجل على قد حاله ورزقي، هيجيب منين؟ والله الحاله كمان بقت ضنك. قول لي انتوا ناويين تسيبوا دم البيت كده يروح حضر؟ لا، النيابه بتحقق. نيابه ايه وحكومه ايه يا راجل؟ انتوا لازم ترفعوا قضيه وتاخدوا تعويض، هيبقى موت وخراب ديار. تعال تعالى معرفك بالراجل الانسان الطيب اللي ما قدرش يستحمل الخبر، الراجل اللي فتح بيته ومكتبه للناس الغلابه يقف جنبهم وياخد حقوقهم. اهلا وسهلا، شكر الله سعيكم يا استاذ. مصطفى بيه خلف اكبر محامي في البلد، واهب نفسه للحكايه دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذنا. الناس دي غلابه غلابه قوي يا مصطفى بيه، وعايزين اللي يقف جنبهم ولا تحت امرهم. والله بس سعادتك عارف الظروف، يعني ما تشيلش هم، ما تشيلش هم يا اخويا. مصطفى بيه مش هياخد ولا مليم في القضية دي، دي قضية إنسانية. أصله مرشح نفسه في مجلس الشعب عشان يتصدى للفساد وإفساد في هذا البلد، وبصراحة هو عامل ده لأهل دايرته بس. والله إذا كان كده يبقى نفكر. تفكر في إيه يا راجل؟ تفكر في إيه؟ بقولك مش هياخد أتعاب وهيجيب لكم تعويض كمان، دي مسألة محتاجة تفكير. عندي التوكيل من ولي أمر التلميذ. امضي. بقولك إيه؟ اقرا براحتك هناك، يلا مش فاضيين. اوكي اداني بالصلاة على النبي. اطلع شوف اللي في العشاء اخبارهم ايه وانا هشوف اللي هنا. يلا. ايه النظافه اللي حطت عليك دي من غير مناسبه؟ مجبر اخاك لا بطل. اخبارك ايه؟ جبت 3 توكيلات بس. والرابع ابوه طلع محامي. قلت لك ايه، ما تجيب الحاجات اللي عندك وتريح دماغك. تدفع كام؟ هديك على بعض كده 5000 جنيه وبلاش وجع قلب. مستعد اتنازل لك عنهم ببلاش بس توافق. يفتح الله يا ابني، نلم الشمل ونحط زيتنا في دقيقنا وتلاقي لك لقمه نظيفه وصدر حنين بدل العك اللي بتعكه كل ليله ده. خليكي حلوه حل عن سمانه، يوم هجوز يا سمسم لازم تبقى بنت موت، ورده مغمضه تفتح على ايديا يا اختي. عشان ابليس في الجنه. بقول ايه؟ ايوه يا فندم. الطالب علاء محمود. ثانيه واحده. علاء محمود؟ علاء محمود؟ ايوه. ها ازاي حالك دلوقتي؟ حضرتك دكتور ولا صحفي؟ لا ده ولا ده، انا محامي. اهلا وسهلا. بسم الله عليه. علاء عنده ايه؟ زي ما انت شايف. كسر في الدقات، هاتك في العمود الفقري. ده بسيطة. بسيطة بسيطة ازاي؟ ده الدكاترة قالوا ان حالته خطيرة. عشان كده مش لازم تسيبه حقه. حضرتك والدته؟ لا انا خالته. امال والده فين والدته؟ في ابو ظبي. ابو ظبي؟ ولسه ما خدوش خبر في الموضوع. لازم نديهم خبر بسرعة جدا. حضرتك متجوزة؟ لا متطلقة. ليه؟ شكلك بيقول انك لسه بنت بنوت. اصل انا برضه مطلق وعايش لوحدي. حضرتك اكيد عايشه لوحدك برضه. ايوه. اتفضلي، ده الكارت بتاعي، تليفوني وعنوان مكتبي. انا لازم ارفع قضيه على الحكومه مطالبها بمبلغ تعويض ضخم. اوروبا، عارفه اوروبا؟ ايوه عارفه اوروبا. لو واحد مات له كلب في حادثه او اتعور يرفعوا قضيه ياخدوا ملايين. وهنا بيعملوا ايه؟ هنا؟ خد التوكيل ده خليهم يمضوا ورجعوا خلال اسبوع. طب اجي لك المكتب نكتب لهم الجوابات ونبعتها من عندك. احسن برضه نبعت لك العنوان اللي كنت عايزه. اسمعني بس، مش هتندمي صدقيني. فكر. ايه اللي جابك هنا؟ سيف كان في الحادثة. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مين سيف ده يا ماما؟ ابنك؟ ايوه ابنها يا مصطفى. مالك اتسمرت كده ليه؟ هنقطع على بعض من دلوقتي؟ على كل حال اشبع بيه، ده مفيش منه راجع. لو سمحت، هو عنده كام سنة؟ سيفه مريض شوك. انت عاوز منه ايه ده؟ والله اعرف بعض المعلومات عنه، انا اصلا المحامي بتاعه. طب ما عندك والدته ووالده الدكتور مريض شوك. يا عم طلع، هو انا هاخد الملف واهرب، انا هبص فيه قدامك وهمشي. امسك امسك ايه؟ امسك. ايوه بس دي اسرار. ما انا بقول لك انا المحامي بتاعه.
تعرف حاجه عن الولد ده؟ في حد ما يعرفوش، ده واحد من ابطال الجمهوريه في التايكوندو وبيطلع الاول على المدرسه. ازيك دلوقتي؟ حضرتك مين؟ انا المحل بتاعك. اسمك سيف مظبوط؟ عرفت منين؟ مش بقول لك ان انا المحامي بتاعك؟ واعرف كمان انك بطل العالم في التايكوندو، صح ولا غلط؟ صح. واول ما افك الجبس هسافر على اليابان. اليابان؟ ايوه. ليه؟ عندنا معسكر استعداد لبطوله العالم. يا جامد. انا قدام اتنين بس هما اللي في وزني، واحد من واجادوجو والتاني من اليابان، بس نتائجي احسن منهم. اقول لي بقى، ما انتش محتاج محامي معاك يدافع عنك؟ سيف، انت صحيت امتى؟ ماما، الاستاذ مصطفى المحامي بتاعي. الاستاذ مصطفى خلف المحامي الدكتور ابراهيم شوكت. اهلا. ازاي دلوقتي يا سيف؟ الحمد لله. من فضلك يا استاذ مصطفى، احنا مش ناويين نرفع قضايا. ولو حبينا نرفع قضيه عندنا محامي العيله. فاطمه، عايزك كلمتين لو احكينا لو سمحتي. مفيش بيني وبينك اي كلام. بس في اكتر من الكلام. يا دكتور، يا دكتور. مين؟ دكتور ابراهيم؟ ازاي ما قلتلناش ان سعادتك هنا؟ اهلا وسهلا. مش معقول يا دكتور تسيبوا المرضى عرضه لاي حد يطفل عليهم ويرهقهم بالشكل ده. يا معلمة بقول ايه؟ أنا مش عايز البت السودة المجشفة بتاعت امبارح دي. دنيا قطعت قلبي. إلهي يقطع قلبك. أمال عاوز مين؟ لقطة القشطة اللي هناك دي. ما تغلاش عليك يا سيد الرجالة. يلا يا مزاليكا مع العمدة. أظبط تاتي يا قبلتي؟ لا يا بيت، العمدة عرضه مستمر. حاضر يا قبلتي. وخلي بالك منه. من عينيا. يلا 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 يلا
معانا اربع توكيلات ودافعين لغايه دلوقتي 1300 جنيه. نص الحياه المصابين. في ثلاث حالات في الانعاش. ربك يسهل ويسلكوا. يا اخي قول اتنين يبقى رضا. الحقني يا استاذ، الحقني يا استاذ، مصيبه سودا طبت على دماغي ودماغي اللي خلفوني. ايه اللي حصل؟ بوليس الاداب قبض على البنات من غير مناسبه. من غير مناسبه ازاي يعني؟ كانوا بيصلوا في الجامع والبوليس قبض عليهم. ما كده مدبرها لما تتسمع خواطف العمش، ما انت عارفها. منافسه مهنيه يعني. شوف يا اخي عدوك ابن طارق هم فين دلوقتي؟ في المديريه. زكي وايد راحت بصوره من اجل النيابه بنقض وتفتيش وبحضر التعريات. دلوقتي يا ريس؟ ايوه. وانت سليمان تروح بلد الضيف الصبح بدري عشان اخذ المخدرات. طب والمستشفى مش هنمر على الحالات بتاعتنا؟ المستشفى الصبح انا وانت هنروح سوا. يلا يلا بالسلامه. بقول لك ايه؟ ما تيجي تشرب لك كاسين تحت. الله انت مش بتقولي البنات قبض عليهم؟ الاكل ما يسلمش برضه، خيرك معقول. وما كانش فيه علي. تسلم عينيكي. يلا يلا وريني جمال خطوتك وخد اللي وراك دي. تصبح على خير. يلا اطفي النور يا جمالات. حاضر. اطفي النور. كنت عارفه انك مش هتسيبني. مش هعرفك. قلبي قال لي. من امتى القلوب بتزق؟ المهم خدوا عليك. خدوا اولنا في البوليس لكن النيابه لسه بيقولوا بكره. طيب الورقه دي فيها اسم واحد مقاول. قول ان الكحول بتاعه عنده فرح في زيتون. ايوه يا استاذ بس ما بسش. احفظ الاسم وخلي زمايلك كلهم يحفظوا الاسم والعنوان. اي غلط هيلخبط الدنيا. طب وكلامنا اللي قلناه في البوليس؟ انتوا تحت الضغط والتهديد، وبعدين انا هبقى موجود معاكم وهم بياخدوا اقوالكم. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش. احفظي الاسم والعنوان وحفظيهم لزمايلك. البوليس قبض عليك هناك في الزيتون، واوعي تجيبوا سيره بيت السكاكيني ده ابدا، مفهوم؟ حاضر. سلام. استاذ. افندم. ما يحرمنيش منك. انت ايه انا ما بتنامش في بيتكم ولا ايه؟ وانت اللي اشتغل معاك يعرف ينام يا ريس. اه فينا على اول محل ورد. نعم. فينا هشتري ورد. انت عمرك ما عملتها.